بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا، وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين، يقول: ولنرجع إلى المقصود، وهو الدليل على التوحيد. لأن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بدأ فقال: إن الله تعالى واحد. لكن قبل أن يتكلم الإمام البابورتي رحمه الله تعالى في الكلام عن التوحيد، تكلم أولا عن وجود الله عز وجل وعن أدلة وجوده، ثم بعد ذلك أفاض وطول في الكلام عن جواز بل وجوب الاستدلال بالعقل على وجود الله عز وجل، وأن علم الكلام الذي هو إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية هذا ليس بدعة كما يقول الحشوية وكما يقول المجسمة، وإنما هو يعني إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية. أفاض وطول في سرد الأدلة أن الأنبياء كانت هذه بضاعتهم، وكان هذا أسلوبهم، كانوا يستدلون ويجادلون أقوامهم في وجود الله عز وجل وفي إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. بعد أن تكلم عن هذا قال الآن: ولنرجع إلى المقصود، وهو الدليل على التوحيد. طبعا الأدلة النقلية كثيرة، ونحن الحمد لله مؤمنون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. وهكذا. لكن هنا الآن الشيخ الآن يبدأ بسرد الدليل العقلي الذي أيضا أشار إليه القرآن العظيم. فهنا الشيخ سيتكلم عن دليل التمانع والتطارد، نعم، وهو أنه لو كان يوجد إلهان فهذا مستحيل عقلا، مستحيل عقلا أن يوجد إلهان، لأن الإله لابد أن تكون إرادته مطلقة، فلو تصور إلهان لا يمكن هذا أبدا أبدا، ولا بصورة من الصور، سواء اختلفا أو اتفقا، لا فرق، لا فرق. لأن يعني بعض العلماء قال: هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: هذا فقط على فرض الاختلاف، وأما إذا اتفقا فيمكن أن يكون هنالك إلهان متفقا. حاشا، لا يوجد تصور. وأنت اسأل ماذا يخطر ببالك من الحالات المتوهمة والصور المختلفة، لا يمكن أن يقر العقل أي صورة من صور اجتماع إلهين أبدا. واسأل ما شئت، ماذا هذا يعني؟ أصلا هذه الجلسة ليست درس أستاذ وتلاميذ، لا، إخوة يتدارسون في
فيما بينهم. فلذلك ماذا يخطر في بالك من سؤال؟ اسأل اسأل. لا يمكن أن تتصور صورة ويوجد إلها، سواء اتفقا، سواء توافقا على خلق شيء واحد أو على شيئين بأن يختص كل إله بجزء، أيضا هذا لا يتصور أبدا. لا توجد صورة من الصور يقبل العقل أن يوجد إلهان أبدا. نعم. قال فنقول، نعم تفضل. هذا نقول إذا قيل إذا اتفقا. سأقرأ أنا فقط هذه الأسطر وبعد ذلك اسأل ما بدا لك إن شاء الله. يقول فنقول صانع العالم واحد، إذ لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع. ما معنى التمانع؟ أي التمانع تفاعل، وأنتم بالصرف أعلم مني. التمانع أن يمنع كل واحد الآخر. فمثلا لو أراد أحدهما خلق العالم والثاني لا يريد خلق العالم أو خلق جزء من أجزاء العالم، المهم فإما أن يحصل مرادهما وهو مستحيل لاجتماع النقيضين وهو وجود العالم وعدم وجود العالم، وإما أن لا ينفذ مراد أي منهما، فأيضا هذا يثبت العجز لهما، وإما أن يثبت مراد أحدهما فيكون الثاني عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. لكن هذا كله على فرض ماذا؟ على فرض الاختلاف. فيقول وذلك يعني التمانع دليل حدوثهما، لأنه لو عجز أحدهما أو عجزا كلاهما، العاجز العجز والاحتياج دليل الحدوث، إذن لا يوجد وجوب ذاتي. وذلك أي التمانع والعجز دليل حدوثهما، هذا إذا تمانعا كل واحد منع الآخر، أو حدوث أحدهما إذا نفذ مراد أحدهما فقط والثاني لم ينفذ مراده، فهذا دليل حدوث أحدهما، والإله لا يكون حادثا، لأنه سيظهر معنا الآن عندما نتكلم عن كون الإله لا بد في العقل إخواننا أن يكون قديما، لأن أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياة والآخر موتا فإن حصل مرادهما فهو محال لاجتماع الضدين في محل واحد. يعني مثلا ممكن توجد حياة وموت معا لكن في محلين، يعني زيد حي وبكر ميت ما في مشكلة أو ليس حيا، أما في محل واحد وفي آن واحد هذا مستحيل عقلا. نعم. فإن حصل مرادهما فهو محال لاجتماع الضدين في محل واحد، أو لم يحصل مرادهما فهو دليل عجزهما، أو حصل مراد أحدهما دون الآخر فهو دليل عجز من لم تنفذ إرادته، والعاجز لا يصلح إلها، وهذا يسمى دليل التمانع المأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. طبعا الله عز وجل، يعني بعض الناس مثلا يظن هذا الكلام الذي نقوله يعني كلام غريب عن الشريعة، الحقيقة الله عز وجل قال مثل هذا الكلام في سورة المؤمنون، الله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد
وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان يوجد إلهان إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا كلام كالذي نقول، هذا كلام قرآني يبين لنا أسلوب الإقناع العقلي، فأي مشكلة في هذا؟ أبدا. الآن سيدي اطرح سؤالك. قلنا هذا على فرض ماذا؟ على فرض الاختلاف، تمام؟ إذا اتفقا فنقول إما اتفقا أن يخلقا العالم، تمام؟ أو أن يخلقا هذا القلم. إلهان لو اتفقا أن يخلقا هذا العالم، فإما أن يوجد هذا، كلاهما أراد خلق القلم، فإما أن يوجد القلم بمجموع القدرتين، وإما أن يوجد بقدرة أحدهما، لا يوجد احتمال آخر. أن يوجد القلم بمجموع القدرتين يعني هذا اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهذا مستحيل عقلا. هذا ليس كلام تعدد الفاعل إخواننا، هذا ليس كلام والله كل شيء نقول مستحيل عقلا يعني وهو ليس مستحيلا عقلا هكذا نقول للناس. أنا أقول للإخوة عندما يعني نتذاكر هذا الموضوع معهم، أقول لهم أعطني الآن صورة يجتمع فيها قدرتان على مقدور واحد أو مؤثران على أثر واحد، وأنا أعطيك $1,000 لوجه الله تعالى. هات أعطيني أي صورة، من يستطيع أن يعطيني؟ طبعا هذا من باب الحث، كلكم زناقيل طبعا ما في مشكلة، لا تحتاجون لي، لكن من باب حث وتحريك العقل. مستحيل إخواننا، لو أتاكم أي فيلسوف أو أي عاقل في الأرض وقال يمكن أن يجتمع أن تجتمع قدرتان أو مؤثران على أثر واحد، فنحن مستحيل طبعا مستحيل. يعني أنا لو قلت سأعطيه $1,000,000 لا أخاف، أنا ما عندي $1,000,000 طبعا، لكن مستحيل أن أخسر، لأن هذا كلام مستحيل مستحيل مستحيل، تمام؟ فإذا مستحيل أن يوجد شيء بمجموع، فإذا لابد أن يوجد كلاهما أراد خلق القلم أو خلق العالم، ثم وجد بقدرة واحدة، إذا الثاني عاجز. بقي سؤال آخر، ممكن يقول إنسان يوجد إلهان ومتفقان لكن لا يخلقان شيئا واحدا، هذا يخلق نصف العالم وهذا يخلق نصف العالم، تمام؟ هذه صورة أخرى. فنحن بكل بساطة نقول هذا نصف العالم وهذا نصف العالم، أو خلاص ها إله يخلق هذا وإله يخلق هذا، فنقول هل الإله الذي خلق هذا له سلطان هنا أو ليس له سلطان؟ ليس، لا ليس إلها، انتهى. لأننا نحن نعني بالإله صاحب الإرادة المطلقة، وهنا نرجع نقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم العلماء قالوا إذا اتفقا، هل هذا الاتفاق بينهما واجب؟ يعني يلزم هذا مجبور، الإله هذا مجبور أن يوافق هذا، أو هذا التوافق اختياري؟ إن قيل كلاهما يجب أن يوافق لا يجوز له أن يخالف، نقول الإله مجبور إذن ولا يكون إلها. وإذا كان الاختيار وإذا كان التوافق بالاختيار يعني جائز يجوز له، فإذا جاز الاتفاق جاز
الاختلاف. وإذا جاز الاختلاف إذن جاز أن تعارض إرادة أحدهما. يعني ممكن إنسان يقول استغفر الله استغفر، من يوجد مسلم أو عاقل يقول الآن الله معه إله آخر وهما متفقان، لكن في أي لحظة ممكن أحد يقف أمام إرادة الله ويمنع استغفر الله أن، نعم مفهوم؟ إذن ماذا بقيت؟ هات أعطيني أي صورة شئت، أي تصور، سيكون تصورا هالكا خاطئا. اسأل ما شئت سيدي. مستحيل. الله عز وجل بالدليل في القرآن ذكر لنا الدليل النقلية والدليل العقلية أيضا، وحسن الله عز وجل عندما الله عز وجل هذا الآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا قياس استثنائي، ولكن الله عز وجل ذكر المقدمة الكبرى وطوى الاستثنائية والنتيجة لأنها واضحة. من يعني يقول عن المنطق هذا بدعة، هذا منطق، لأن تتمة القياس أن تقول الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولكنهما لم تفسدا، أحسن، فإذا ما هي النتيجة؟ لا يوجد إلا إله واحد. هذا هو القياس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا قياس اقتراني من الشكل الأول. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لا يوجد أحد يتكلم في العلم، في أي علم شئت، أي علم شئت ديني أو دنيوي، إلا ويرجع دليله إلى الضروب، إما الاقتران أو الشرط المتصل أو الشرط المنفصل. والإمام الغزالي له اصطلاحات خاصة به، يسمي الاقتران تعادل، يعني حتى إذا مر معكم في بعض الكتب يقول هذا من نمط التعادل، يقصد الاقتران المشهور عند المناطق. وإذا سمعته يقول التلازم يعني الشرط المتصل، وإذا سمعته يقول التعاند يعني الشرط المنفصل. هذه ليس لها علاقة، هذه على الهامش يعني. تفضل. قالت إن حصل مرادهما فهو محال. نعم. أو لم يحصل مرادهما لم يقل وهو محال. كذا أيضا. أو لم يحصل مرادهما. نعم. فلم يقل هكذا. أو لم يحصل مرادهما فهو محال أيضا. وهذا أشد البراهة. اسمع سيدي، هو عن ماذا يدلل؟ عن بطلان إلهين، تمام؟ الآن هو ذكر المثال، ما هو؟ وجود حياة شخص أو موت، تمام؟ ممكن الإثنان لا يوجدان، يعني هذا زيد معدوم لا يوجد، هذا ليس مستحيل أن زي المعدوم لا يوصف لا بالحياة ولا بالموت، لاحظ، فليس محالا أن لا يوجد الحياة في زيد المعين يعني ولا موت. لماذا؟ لأن المعدوم لا يوصف لا بالحياة ولا بالموت، فليس شرطا أن يكون هذا محالا، ولكن إذا لم يحصل مرادهما دل ذلك على عجزهم، وهذا المهم، هذا المهم، أما ليس ضرورة، أما إذا حصل مرادهما هذا محال لاجتماع النقيضين. انتفاء النقيضين يجوز. اسمع سيدي، مثلا ما يقبل الشيء ونقيضه لا يرتفع النقيض عنه، النقيضان لا يرتفعان عنه. يعني مثلا زيد إما جاهل وإما عالم، لا يمكن أن يكون لا جاهلا ولا عالما، تمام؟
لكن لو لا يقبل هذا يجوز أن يرتفع النقيضان. كيف؟ مثلا تقول الحجر، ممكن أن تقول الحجر ليس عالما وليس جاهلا، ارتفع النقيضان عن شيء. فالمعدوم لا يوصف لا بالموت ولا بالحياة، لأن الله عز وجل يخلق الموت والحياة في الموجود. لذلك هو يبرهن عن ماذا؟ يبرهن عن عجزهما، يبرهن عن عجزهما، وهذا هو المهم الآن. تمام مولانا؟ نعم. إن الله تعالى واحد، نعم، لا شريك له. يقول قوله لا شريك له أراد بهذا نفي أنواع الاشتراك، نفي أنواع الشرك. إذ الاشتراك في اللغة هو التسوية. لا شريك له، لا أحد يساوي الخالق سبحانه وتعالى. ولكن الآن الإمام يفصل، يبين أن الشرك أنواع. يقول وهو يعني الشرك إما في الذات. كيف إما في الذات؟ يعني بعض الكفار يقولون الإله أكثر من ذات، لأن بعضهم يقول الإله ذات واحدة ولكن يشركون في شيء آخر. أول أنواع الشرك أن يوجد من المشركين من يقول الإله ذاتان أو أكثر. نعم، إما في الذات كما قالت السنوية، حيث أثبتوا للعالم صانعين، خير ويسمونه يزدان، نعم، وشر يعني شرير يجب أن يكون. عندكم شرير؟ هذا الصحيح، عندنا شر. أنا كنت سأقول لك يعني بمعنى شرير، ذكر المصدر وأراد الصفة المشبهة أو اسم الفاعل. نعم، لكن إذا عندك شرير هذا صواب. ويسمونه أهرما، وكأن هذا بالفارسي هذا. نعم، وكذا الطبائعية جعلوا الإله الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فإذا جعلوا ذات الإله متعددة. والأفلاكية الذين ينسبون التأثير إلى الأفلاك، نعم، والحقيقة هذا حتى بعض الفلاسفة الإسلاميين أو من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ضلوا بهذا السبب، مثل الفارابي وابن سينا، ضلوا لأنهم اتبعوا فكرة الفلاسفة يعني أرسطو ومن بعده بتأثير، لأن الفلاسفة يقولون الواحد لا يخلق إلا واحدا، يعني لا يؤثر إلا في واحد، ويقولون بنظرية العقول العشرة، فالله أوجد العقل، ولا يقصدون العقل هذا العقل. بعضهم يقول هو الفلك الأكبر، وبعد ذلك الفلك الأكبر أوجد ما بعده، وهكذا إلى الفلك العاشر. فبعضهم يقول هو ما تحت مقعر القمر، وهو الذي أثر في العناصر الأربعة، وكذا إلى آخر. بعضهم يقول العقل الفعال هو جبريل، وهذه كلها عقائد كفر. لا خالق إلا الله، لا فاعل إلا الله، الله عز وجل هو الخالق لكل شيء. طبعا المهم الفلاسفة ينسبون التأثير إلى الأفلاك، وبعضهم يحصرهم في زحل والمشتري وعطارد والشمس والقمر والمريخ وكذا. نعم، هؤلاء أشركوا بالذات، يعني جعلوا الإله أكثر من ذات. وإما في التسمية،
يعني عبدة الأصنام يسمون الصنم إلها ويعبدونه، وإن كانوا يعتقدون أن المؤثر واحد هو الله، لكن أشركوا بالتسمية، سموا الأصنام آلهة، وأيضا أشركوا بها في العبادة، استحقاق العبادة. نعم، وإما في التسمية واستحقاق العبادة كما صنع مشركو العرب حيث عبدوا مع الله الأصنام وسموها آلهة فصاروا مشركين مع إقرارهم بأن الله هو الخالق. نعم، باعتبار، لاحظ هذا باعتبار متعلق، فصاروا مشركين باعتبار ماذا؟ فصاروا مشركين باعتبار عبادتهم غير الله، فهذا باعتبار متعلق، فصاروا مشركين بهذا الاعتبار، مع أنهم يقولون الخالق واحد. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم، طبعا تكلمنا، وأنا دائما أحب أن أكرر هذا، يفيدنا هذا من مغالطات يعني أعداء الدين. ابن عباس يقول يوجد آيات نزلت، الخوارج هذا شأنهم، آيات تنزل في المشركين يحملونها على المؤمنين، على المؤمنين. نعم، فنحن لأننا نتوسل كما أمرنا الله عز وجل، فهم يقولون أنتم أيضا مثل هؤلاء تعبدون الأولياء والمشايخ وكذا، مع أنكم تقولون الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كفروا لأنهم كانوا يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما لا يوجد عندنا طالب علم فضلا عن عالم يعتقد في شيخه أنه، استغفر الله، أنه، نعم حاشا، نحن هذا التوسل ليس عبادة أبدا، هو توسل بأمر الله. وأنا بينت هذا، أرسلت ساعة بينت هذا الكلام في شريط مسجل. نعم، هذا والله أنا رأيت من علمائهم يسمون أنفسهم، يجمع أمامه المئات من العلماء، ليس يقولون أنا سأثبت لكم أن هؤلاء، يعني عن الأشاعرة والماتريدية وكذا، أن هؤلاء مشركون، ويذكر هذه الآية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. يقولون هؤلاء أيضا يقولون، لو سألتهم يقولون من خلق السماوات، لا يقولون الله. فحاشا، المغالطة أين هي؟ نحن أمرنا الله عز وجل أن نتوسل، أن نتخذ، هو أمرنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال ثم التوسل جائز بالأعمال، جائز بالأشياء، جائز بالأحياء، جائز بالأموات، جائز. لماذا؟ لأننا نحن لا نسأل ولا نعتقد النفع والضرر إلا في الله عز وجل، لكن يوجد أشياء لها قيمة عند الله، أراد الله أن يعظمها فقال لنا توسلوا بها. ليس فقط أشخاص أو كذا، الله عز وجل يقول لك اذهب إلى حجر في الكعبة، التزم هنا، تمسك هنا، أنا أستجيب دعاءك. هذا حجر، ليس عمل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يوجد زمن، يوم الجمعة، ادعو الله فيه، الله يستجيب لك. إذن توسل بهذا الزمن، توسل بزمن، توسل بحجر، بشرط أن يكون الله هو الذي أمرنا أن نتوسل به. ها؟ قال لي أحدهم، قلت لهم: الصحابة الكرام توسلوا بجبة رسول الله، هذا في البخاري ومسلم، لا أحد يستطيع أن ينكر. كان إذا إنسان
مرض، كانت الجبة عند السيدة أسماء رضي الله عنها، أخذتها من السيدة عائشة. كان إذا إنسان مرض، هذا في مسلم الحديث، كانت يغسلون الجبة ويغسلون بها. فقالوا، قال لي أحدهم: هذا لأنه أثر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: طيب، هو أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أصبح أثرا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت له: هل الجبة أحسن، جبة النبي أحسن، أو أبو بكر أحسن مثلا؟ قال لي: طبعا الجبة أحسن من أبي. قلت: تمام، لماذا أصبحت الجبة بهذه القيمة؟ قال: لأنها لمست جسد رسول الله. قلت له: أبو بكر لمس جسد رسول الله؟ إذا يجوز التوسل بالجبة، أولى أن تتوسل بأبي بكر وكل إذا أصبح، لأنه لأي أحسن يا إخواننا؟ أين عقول الناس؟ لا لا لا، لا تتوسل بالجبة، يجوز. والله كانوا يقولون: نستشفي بها، نستشفي. ما معنى نستشفي بها؟ هكذا نص الحديث، يعني نطلب الشفاء من الله بوسيلتها، لا يوجد معنى آخر. أنا لماذا أركز على هذه؟ لأنهم يكفرون الناس بسبب هذه الأشياء التي فعلها الصحابة. تمام، أيه أولى؟ أيه أولى، الصحابة؟ طبعا على فرض بأن يعني الصحابة بذاتهم ليس لهم قيمة، فقط إذا لمسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لهم قيمة. لا، هذا ليس صحيحا. أبو بكر بذاته له قيمة عند الله عز وجل، طبعا بفضل الله كانت له هذه القيمة، بفضل الله. لا نقول يوجد شيء ذاتي، كله عطاء من الله، كله عطاء من الله سبحانه وتعالى. نعم، وإما في الوصف. إذن إما الإشراك في الذات، إما الإشراك في التسمية واستحقاق العبادة، وإما في الوصف كما زعمت المجسمة، لأنهم وصفوا الله عز وجل بأوصاف المخلوقات، المخلوقات، فأشركوا بالله في الأوصاف. قالوا: يوجد أشياء مشاركة لله عز وجل في وصفه. نعم، حيث وصفوا الباري بالصورة والجسمية والتمكن على العرش على مثال البشر تسوية منهم. طبعا هم ماذا يقولون لك؟ هذا كلمة على مثال البشر، يمكن هم يقولون دائما الآن، يقولون: لا لا لا، نحن نقول الله جالس على العرش ليس كجلوسنا، الله جسم ليس كأجسامنا. لاحظوا إخواننا، فبعض المجسمة يصرح يقول: الله يجلس على العرش كجلوسي هذا، يقول. وبعضهم يقول: الله جسم ليس كجسمنا ويجلس ليس كجلوسنا. لكن هذا لا ينفعهم، هذا لا ينفعهم، والله لا ينفعهم، لأن هذا حلول، هذا حلول، هذا حلول. وإن لم يكن متمكنا فهو في جهة، فلا بد أن يكون مسافة، يجوز أكثر ويجوز أقل. ثم إما أن يكون الله مساويا للعرش أو أكثر أو أقل، وهذا أيضا يحتاج إلى مخصص، وهكذا. فحيثما جئت ومن أينما أتيت سيوجد خلل في عقيدتهم. والله أمس سمعت إنسان منهم يقول عرضا، أنا لا أتتبع وإنما عرضا سمعته، يقول طبعا ابن تيمية ذكر في كتابه في الفتاوى الكبرى، ينقل عن أحد المجسمة ويقول: يوم القيامة الله يجلس على العرش
ويجلس محمدا على العرش معه. معه، أعوذ بالله من هذا الكلام، أعوذ بالله من هذا الكلام. هذا ينقل ابن تيمية، ثم يقول ابن تيمية، ليس كلام ابن، لكن ابن تيمية يقول هذا كلام لا ينكر. ثم يقولون نحن الأشياء التي لم ترد في الشرع لا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها. لا والله، يجب أن ننفي كل شيء لا يليق بالله، يجب أن تنفيه. يعني مثلا الآن ما ورد أن الله عز وجل، استغفر الله، ما ورد أن الله من الذهب أو الفضة، ما ورد. هل يعني لا نثبته ولا ننفيه؟ لا والله، ننفيه كل شيء يشبه المخلوقات، فرض علينا أن ننفيه عن الله. أما يقولون لا ننفي الجسمية ولا نثبتها. نعم، سبحان الله. قال والجسمية والتمكن على العرش على مثال البشر تسوية منهم بين الله وبين خلقه، فصاروا لذلك من جملة المشركين. وقد نزه الله تعالى نفسه الكريمة عن جميع ذلك، حيث قال سبحان الله عما يشركون. طبعا التسبيح تنزيه، سبحان الله عما يصفون. نعم، هذا الكلام له علاقة، لذلك نكمل. نعم، يقول ولا شيء مثله. طبعا بعض العلماء يقول ولا شيء مثله أيضا زيادة في تأكيد الوحدانية. عندما نقول الآن هذا ليس ولا شيء مثله، لاحظوا إخواننا، هذا الكلام ما معناه؟ يوجد الصفات الوحدانية شيء، والمخالفة للحوادث صفة أخرى، معلوم هذا، تمام؟ يوجد صفة الوحدانية والمخالفة للحوادث، تمام؟ ولكن العلماء قالوا المخالفة للحوادث دليل أنه واحد، هو يعني أنه واحد، لأنه لا شيء مثله. إذا لا شيء مثله إذن هو واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، تمام سيدي؟ يقول الإمام البابورتي رحمه الله هذا إثبات لكمال ذاته في الأزل بنفي النظير والمماثل. ما معنى هذا الكلام إخواننا؟ يقول هذا إثبات لكمال ذاته في الأزل. الأشياء الموجودة الأخرى على فرض وجود كمال فيها، هل كانت في الأزل؟ هل كان شيء في الأزل إلا الله؟ أبدا. لذلك أولا لا كمال إلا لله، ولكن على فرض وجود كمال، على فرض وجود كمال، كمال نسبي طبعا ليس ذاتي، فلم يكن في الأزل. إذن من الذي كان في الأزل؟ الله عز وجل. نعم، لذلك قال هذا إثبات لكمال ذاته في الأزل بنفي النظير والمماثل. طبعا يوجد إخواننا ثلاثة ألفاظ، يوجد مثيل، ويوجد شبيه، ويوجد نظير. المماثل هو المشابه في كل الصفات، والشبيه هو المماثل في أكثر الصفات، والنظير هو المماثل في أقل الصفات. فالله عز وجل لا شبيه له، لا مثيل له، يعني مشابه في كل الصفات، لا شبيه له يعني مماثل له في أكثر الصفات، ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولا حتى في صفة واحدة لا يوجد. نعم، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. يقول وهذا محكم، هذه الآية لاحظوا إخواننا، الله عز وجل بيّن لنا الطريق
ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تمام؟ لماذا سمى المحكمات أم الكتاب؟ لأنه يجب أن يرجع إليها. وأخر متشابهات، فهذه الآية هي المحكمة. والله يا إخواننا، إخوان الضلال يقولون بالعكس. ما معنى يقولون بالعكس؟ يقولون يد الله هذا محكم، استوى على العرش هذا محكم، ليس كمثله شيء هذا متشابه. يعني الأصل الله مثل المخلوقات، هذا الأصل عندهم. لذلك قال وهذا محكم في هذا المعنى، يعني في نفي التشبيه، فيحمل عليه جميع الآيات المتشابهة، الآيات والأحاديث المتشابهة. يوجد آيات ويوجد أحاديث، مثل ينزل الله، مثل إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى آخر ما هنا من الآيات والأحاديث، نعم، المتشابهة التي تمسكت بظواهرها المشبهة. تم وقتنا شيخنا؟ يعني إذا نترك بعض الوقت لي، أنا عندي والله سؤال أريد أن أجيب، عنه. اسأل. سنقف هنا بالنسبة للدرس إن شاء الله. نعم. كلمة لا شريك شيء. زيد شريك عمرو. ماذا نفهم من هذا العبارة؟ ما معنى شريك زيد عمرو؟ هو سيدي الاشتراك. متى كانا شريكين؟ أم نقول هو يوجد اشتراك. مثلا أنا وأنت مشتركان في الجسمية، تمام، أنا وكلنا مشتركون في الناطقية، فيوجد أشياء، تمام. المهم بين الخلق جميعا وبين الله لا يوجد أي اشتراك، هذا المهم. فيوجد بالنسبة للاشتراك، أنا مشترك مع الطاولة في الجسمية، يعني أعطيك بالنسبة للنسب، كلما رفعت الجنس زادت المشتركات، كلما وضعت فصل 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 افترقنا. من خلق الله الروح، لاحظوا إخواننا، الله عز وجل، النصارى حتى يستدلون بقرآننا يقولون عن عيسى روح منه، فيظنون أن هذا الكلام معناه أنه جزء من الله، تمام. نقول لهم وآدم أيضا قال ونفخت فيه من روحي، إذن لا، نحن مثل عيسى، ما الفرق؟ نحن أبناء آدم وروحنا مثل روح آدم. سيدي كل هذه الإضافات هي للتشريف فقط، كله مخلوق، والله عز وجل ليست له روح كروح، لا يعلم حياة الله إلا الله. يعني من يظن أن الله عز وجل، استغفر الله، شيء وفيه روح وكذا مثلما، هذا مستحيل. ثم الله أعطى فلان أو فلان جزء منها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. معنى هذا الأمر أن هذا الأمر فوق طاقتكم أن تفهموا سرها، أما هي من خلق الله. أبدا لا يوجد شركة بأي شيء بين الله وخلقه، ولا بأدنى شيء. من نور الله والمؤمنون من نور،
حديث هذا ما هو؟ خلق الله خلق من نور الله والمؤمنون من نوري أول حديث أنا الآن لم أتبقى. أول ما خلق الله نورا أول ما خلق الله نوري تمام يا سيدي. أولا هذا الحديث لا بد من البحث عنه هل هو حديث أو ليس حديثا. طبعا هذا علم وأنا احتمال كبير أن أكون جاهلا. أنا الآن أسأل سؤال المتعلم سؤال المتعلم لو ثبت هذا الحديث بعد ذلك نشرح هذا الحديث. قل لي أين هذا الحديث وما درجته وماذا قال العلماء عنه وأنا. أما الآن هذا الحديث إذا ما ثبت لا أقول ليس ثابتا الآن أنا أقول ابحث عنه. لكن نحن نتكلم الآن بقواعد العلم تمام. ابحث لي عن هذا الحديث ولو ثبت أو ما ثبت في الدرس القادم أخبروني وأنا سأكلمكم كلاما علميا إن شاء الله. أما قبل أن تقول لي أين هذا الحديث لن أتكلم. أنا في نفسي الآن كلام ساعة عن هذا الكلام لكن أنا الآن لا أعلم شيئا. إيه تفضل سيد. هو آدم عليه السلام بأرواحنا نعم خلق زمانا واحدا يعني متفرق زمان أرواحهم. ما فهمت السؤال سيد. يعني هو آدم عليه السلام بأرواحنا نعم كل الناس يعني أرواحه خلق واحد زمان كل أرواح الناس خلقوا دفعة واحدة أم لا متفرق الأرواح. فهمت الآن الله عز وجل كما جاء في الحديث لما خلق آدم أخرج من ظهره لا إيه كل الذرية. لكن الله عز وجل ما قال من آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. كيف قال العلماء وهذا القول الأرجح والذي يوافق الآية والله أعلم يعني الله أخذ من آدم أولاده وأخذ من أولاده أولادهم ومن أولادهم أولادهم وهكذا إلى يوم القيامة. لكن كان هذا كما قال الإمام الغنيمي كان هذا في أقل وقت يعني ربما حصل صورة مصغرة عن الخلق. كيف هذا الخلق يعني آدم منذ كم سنة وجد تظن آدم يعني كم تظنون كم سنة لا أحد يعلم على وجه الدقة لكن يعني كم تظنون لا يوجد ملايين يا شيخ الإسلام يعني آلاف من السنين بعضهم يقولون من هنا إلى آدم 10,000 سنة لا يوجد ملايين يا شيخ الإسلام إيه؟ لأن بعض الناس طبعا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان ثابت وهم أعداد عدد 30 جيلا أكثر أقل وبعد ذلك بعضهم يصل إلى آدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت يقول من هنا كذب النسابون بعد عدنان من هنا كذب النسابون. فإذا الأمر فالله عز وجل كما أوجد الناس من آدم إلى يوم القيامة أوجدهم في أقل وقت هكذا عبر العلماء يعني بدقيقة بدقيقتين بخمس دقائق بنصف ساعة الله أعلم أخرجهم وكلمهم. اختلف العلماء هل أخرج أرواحهم فقط أو جعلهم يعيشون بهذه الساعة إلى حد
البلوغ والعقل. خلاف طويل بين، لأنه ما جاء تفصيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هذا نؤمن به أنه حق. فالله أعلم، في هذه اللحظة جمعت الأرواح كلها في هذه اللحظة عند أخذ الميثاق، وبعد ذلك هي في علم الله، بدليل بعد ذلك كلما ولد إنسان تخلق روحه، ينزل الملك وينفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح، كل إنسان تخلق روحه فيه. نعم، جمعت الروح الأرواح كلها في وقت واحد، ثم بعد ذلك عدمت أو بقيت في مكان، ثم الله عز وجل لا أعلم. نعم، هل يوجد سؤال آخر؟ أنا عندي مسألة أريد أن أتكلم فيها خمس دقائق. الروح عند الناس يموت، بدنه يموت ولكن الروح لا يموت، خلاص؟ يوم القيامة، الأرواح يموت؟ لا تموت، لا تموت، لا تموت، لأن كل إنسان، على فكرة العلماء يعني حتى قبل الآخرة الروح يبقى لها علاقة بالجسد، لأن الإنسان في الحياة البرزخية إما معذب وإما منعم لا شك، فلكن لا تكون الروح داخل الجسد، لأن الجسد قد يفنى. وللإمام الرازي رأي يقول أصلا أنت لست هذا الجسد أبدا. الإمام الرازي يثبت، يذكر أكثر من 20 دليل أن الإنسان ليس هو الجسد أبدا في الدنيا، لست هذا. يقول بدليل، اسمع اسمع، يقول أنت الآن منذ 20 سنة تبدل كل جسدك وبقيت أنت أنت، الخلايا لا تتبدل، في 20 سنة كل الجسد يتبدل وتبقى أنت أنت، فهذا دليل أن أنت ليس أنت، أنت يعني ليس. المهم المهم سيدي يا شيوخ الإسلام، دقيقة، الروح يبقى لها علاقة لا تكون في داخله، تبقى علاقة بينها وبين ذرات الجسد ولو تفرق. الله قادر أن يوصل النعيم أو العذاب إلى، نعم. والإمام الرازي يقول ليس لها علاقة، لو فني الجسد تبقى الروح دراكة، تدرك، تتنعم إلى آخره. تمام، هذه مسألة الروح، مسألة ليست بالمسألة السهلة، والخوض فيها لا يكون في دقائق، ستأتي إن شاء الله معنا إن شاء الله. نعم سيدي. إخواننا، بعض الناس كان يقول نحن كل حديث لا يوافق عقلهم هذا ننكره، و يعني يريدون أن يتوصلوا إلى، طبعا لا يوجد شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله ويخالف العقل أبدا أبدا. إذا شيء ثابت يعني قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، مستحيل يخالف العقل، مستحيل. المهم، لكن هؤلاء يعتبرون عقولهم هي الحاكمة. المهم، انتقلوا من الحديث إلى القرآن، فسئلت أنا، كان الشيخ يوسف موجود، سئلت قال هل يعقل أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه؟ هل هذا حصل؟ وهل يليق بالله؟ يقولون هذا مستحيل. ما معنى مستحيل إخواننا؟ إذن ما هذه الآيات التي نؤمن بها؟ طبعا يوجد بعضهم يتجاسر يقول في القرآن، إخواننا باسم الدين، ليس اليهود أو النصارى الذي يقول هذا الكلام،
على أساس هم علماء في الدين. بعضهم قال يجب القرآن أن يصحح، أستغفر الله، وهذا كفر صريح. المهم بعض الناس يدخل قليلا قليلا لإنكار، فيقولون هذا الكلام يجب أن لا يكون ثابتا، ولا يمكن، لا يليق بالله أن يأمر ابنه. فأنا أجبت إخوانا، وأحب أن أجيب أمامكم أيضا بدقائق ونختم الدرس إن شاء الله عز وجل. فنقول لهم ماذا يعني أن هذا لا يليق بالله؟ هل الله عز وجل له قانون يجب أن يسير عليه؟ ومن فرض عليه حتى يقال هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله؟ أولا، الإنسان الذي يقول هذا الكلام لا يعرف ما معنى كلمة إله وأنه فعال لما يل. أما إذا قصدتم لا يليق بالله، يعني لا يليق برحمة الله أن يأمر أحدا أن يذبح ابنه، إذا كان هكذا يقول عقله لا يقبل أن الله عز وجل يأمر أحدا أن يذبح ابنه، تمام؟ ما هو الجواب إخواننا عن هذا بحيث يتناسب مع العقل؟ إخواننا، الله عز وجل لماذا خلق الدنيا وخلق الناس؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ثم الابتلاء يكون بحسب ماذا؟ بحسب الإيمان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بهذا الأمر كان الله عز وجل قد أراه ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الله عز وجل جعل إبراهيم إماما للناس، قال إني جاعلك للناس إماما. الله عز وجل أمر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعينه رأى عظمة الله، ألقي في النار فكانت بردا وسلاما. لاحظوا هذا الإعداد كيف أعده الله وأعد إيمانه. الذي يجب أن يكون إماما للناس كيف يجب أن تكون طاعته لله؟ طاعة مطلقة. فكان هذا اختبارا له. نقول لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل شيئا آخر، أخذ زوجته وابنه الرضيع، أين وضعهما؟ بواد غير ذي زرع، لا ماء ولا طعام ولا شيء. هذا أيضا ينكرونه، تمام؟ سآتي حتى إلى شيء يفعله الناس الآن، ليس أنبياء ولا الصحابة الكرام. أبو عبيدة ابن الجراح قتل أباه في غزوة بدر. هؤلاء عرفوا قدر الله، عرفوا عظمة الله. أبو عبيدة قتل ونزل فيه قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. عبد الرحمن ابن أبي بكر في بدر كان مشركا، فلما أسلم قال يا، وأبو بكر كان ضده، تمام، رضي الله عنهم جميعا. فقال الولد لأبيه بعد أن أسلم رأيتك وما قتلتك، فقال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. ماذا تريد هؤلاء؟ فكيف الأنبياء وأعظم الأنبياء؟
ثم كل إنسان يمتحن بحسب مقامه. الآن نأتي يا سيدي، الله عز وجل يربي الناس أن الولاء لله فوق كل ولاء. تمام، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسق هذا. أنا أقول لكم الآن ليس من أجل الله، أنا أقول لهذا الإنسان الذي يقول مستحيل يكون هذا، كيف إنسان يقتل ابنه؟ أنا أقول لك الآن لو كنت عسكري أنت في الجيش، ها؟ وابنك خائن ومع العدو ضد تركيا، وأنت كنت في العسكر وابنك جاء مع العدو ضد بلدك، ماذا يأمرك الوطن؟ ماذا يقول لك؟ أن يقتل ابنه. هل يوجد يا إخواننا كم من الكفار ومن البوذيين ومن كان يجهز ابنه للموت؟ أنا أعطيكم والله نسيت، حضرت صورة. أنا يوجد امرأة اسمها خنساء فلسطين، حتى يقول لا هي إبراهيم ولا هي من الأنبياء ولا هي من كذا. هذه المرأة أسيادنا تغير. هذا شيء آخر. طيب هذه المرأة إن شاء الله لا يتغير الآن. هذه المرأة، هذه الآن طبعا يوجد فيديو، ابحثوا. هذه المرأة اسمها خنساء فلسطين سموها، 3 مرات جهزت أولادها ليفجروا أنفسهم في الإسرائيليين، هي بذاتها. هذا الفيديو، هذا ليس فيديو، في الفيديو اسمعوا، تحضره وتجهز له المتفجرات. وهذه أم وليست نبية. إذن ممكن هذا صعب عند من عرف الله، مستحيل هذا. ثم هؤلاء عرفوا أنهم لو نفذوا أمر الله ابنه سينتقل من حياة فانية معذبة إلى حياة دائمة. لكن هؤلاء لا يظنون أن الأنبياء يؤمنون بالله، يعني كإيماننا الضعيف نحن هكذا يظنون. يظنون إبراهيم والله هذا عنده نعم صعب، لكن بالنسبة لطاعته لله ليس صعبا. فيا إخواننا يريدون أن يتوسلوا بهذه الأمور والله لإبطال الشريعة ولإبطال الدين. انتقلوا من الحديث إلى القرآن، يقيسون بعقولهم، هذا غير ممكن. كيف غير ممكن؟ نحن الآن إخواننا لاحظ، من أجل مبدأ في سوريا يوجد أماكن، إخواننا من لم يعلم فليعلم، حصل حصار، لا يوجد طعام ولا شراب سنوات. هل سمعتم أنه مات كثير بسبب الجوع؟ سمعتم أو ما سمعتم؟ رأيتم صور أو ما رأيتم؟ لاحظ سيدي، أيه أصعب، أن يذبح ابنه أو أن يموت ابنه أمامه من الجوع؟ ليس بدقيقة يموت، يبقى يموت 3 أو 4 أو 5 أيام وهي تنظر إليه وهو يموت، ومع ذلك تمسكوا. طبعا هم يريدون منهم أن يسلموا، ما سلموا.
النساء تقبل هذا، هؤلاء ليسوا أنبياء يا أخواننا، هذا واقع، يقبلون أن يموتوا ولا يسلموا، هذا يحصل. فكيف تظن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقل عزيمة من هؤلاء؟ معقول يا إخواننا؟ في فيتنام ضد أمريكا، وفي كل يلبسون أولادهم ويفجرون أنفسهم في، يا إخواننا هذا شيء طبيعي، وهذا من أجل دنيا، من أجل وطن، من كيف من أجل الله؟ إذن هذا ليس عجيبا، وهذا لا يخالف العقل. المؤمن يعلم أنه إذا فعل ذلك في سبيل الله ينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولذلك هو يطيع أمر الله عز وجل في كل شيء. إبراهيم عليه السلام لم يذبح ابنه، لم يذبح، لكن السؤال هل أمره الله بذلك وهل قبل إبراهيم؟ أمر بذبح ولد، أمر الله لخضر عليه السلام وذبح ولدا وقتله، تمام، يعني وهو يعني مقتول هذا الولد يعني. قل لهم يمكن سينكرون هذه الآية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.